اللي هو لقاء الجبراوي مع عثمان الكباشي، سألوا المذيع قال له هل داخل الجماعة في أي تفكير؟ عليك الله، شوف السؤال ده واضح كيف، السؤال زي ده لو ادوك له ما بتجيها الموضوع، وكان ما ادوك له تبتجازف تجيها، تحاول تدخل الموضوع ده. قال له هل داخل الجماعة في أي تفكير للالتقاء مع المشايخ أي يعني الصوفية وإنشاء جبهة ميثاق جديدة؟ في تفكير تلتقوا مع المشايخ وتنشئوا شنو؟ جبهة ميثاق جديدة، مش سؤال واضح؟ لكن هل في داخل الجماعة الآن أي تفكير للالتقاء مع المشايخ ديل وإنشاء جبهة ميثاق جديدة، سميها أي يعني شكل من أشكال التعاون الجديدة ممكن تكون موجودة؟ أنا داير أقول إنه الزيارة كانت هي واحدة من الحلقات المتصلة للتلاقي. نحن لما كانت الهجمة بتاعت الشيعة هجمة كانت قوية قبل قرار الحكومة الأخير، وتمت مجموعة من المؤتمرات، جماعة التصوف المركز العام عملت مؤتمر ودعينا له أرباب التصوف في السودان، وجاتنا نصر الكباشي بعدد من الممثلين، وجاتنا ناس المضوى مبان بعدد من الممثلين، وعدد من خيار الناس اللي في مختلف البيوتات الصوفية جو جلسوا وقالوا كلمتهم في ضرورة المواجهة السودانية للفكر الباطن في السودان. وقبالة كانت في 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 56 كانت الجبهة الإسلامية للدستور اللي كونوها ناس عمر بخيط العواض واخوانهم وعدد عدد من حوالي 22 طريقه صوفيه معاون الشيخ الهديه، حوالي 22 طريقه صوفيه معاون الشيخ الهديه. مش مفروض لا يلفوا لا يدوروا يجوا عديل ويقول له يا اخي الناس زيل، مشكلتنا معاون الكبرى اننا نقول وحدوا الله وهم يقولون نادوا المشايخ مع الله سبحانه وتعالى. انا الجواب قال له انا داير اقول ده الجبراوي حالته محامي، انا بدخلك في قضيه تقرا كتب المحاماه الجبراوي، قضيه دي كذا حل علي انا دا الا التوب الى الله سبحانه وتعالى. قال انا داير اقول الزياره كانت محامي ولا مستشار ما بعرفه، مستشار محامي بتاع شنو ما بعرفه، قالت ما رئيس ولا وزير ولا من الخروج الكلام. قال انا داير اقول الزياره كانت زياره امام شنو الحرم، ما عرفتوها الزيارة طبعا، نحن ردينا الله يتقبل من الجامع ده، وده هو الجامع ذاته اللي فيه الرد، مرقتها في السعودية الردة وصلت هناك، أغلقت بعض الناس سوت لهم غضب شديد وزعل حاد كاد يصيبهم بسببه ضغط أو سكري. طيب قال أنا داير أقول الزيارة كانت واحدة من حلقات المتصلة للتلاقي. أنا داير أقول إنه الزيارة كانت هي واحدة من الحلقات المتصلة للتلاقي. طيب لسا جماعة أنصار السنة المركز العام، جماعة أنصار السنة المركز العام عملت مؤتمر ودعينا له أرباب التصوف في السودان، يعني ده ما بيتكلم عن شنو فرد، بيتكلم عن شنو جماعة. أوعى تقول لي دي خطأ فردي، أوعك ده القاعة موجودة في اللقاء، أوعك يا أنصار سنة تاني ما تتصل بي، دار أسبح أنا واستغفر وأعبد الله وأموت على حسن الخاتمة، ما تتصل بي أنا والله شايفك أنت كويس وديل ما كويسين، كانوا هم كويسين أنا ذاتي ما كويس، لأنه شغلتنا دي أسي واحد ما فيش والله الذي لا إله غير، هم كويسين ليه ردوا على الجماعة، هذا ذاته ده الرد على الجماعة، أنا بقيت ما كويس زيهم، أوعك ثاني تتصل ما تضيع زمن. قال جماعة أنصار السنة المركز العام عملت مؤتمر، عليك الله اسمعوا الكلام ده الذي تتقطع منه الأكباد وتبكي منه العيون دما. قال جماعة أنصار السنة المركز العام عملت مؤتمر دعينا ليه أرباب التصوف في السودان، وجاتنا أسرة الكباشي بعدد من الممثلين، وجونا ناس مضوى بان بعدد من الممثلين من خيار الناس، من خيار شنو الناس، بعدد من من الممثلين من خيار الناس في مختلف البيوتات الصوفية،
وجاتنا أستاذ الكباشي بعدد من الممثلين، وجاتنا ناس المضوى مبان بعدد من الممثلين، وعدد من خيار الناس اللي في مختلف البيوتات الصوفية جو جلسوا وقالوا كلمتهم. كادي والذي رفع السماء بتلقاه في اليوتيوب اللي بقى، وجو وجلسوا وقالوا كلمة في ضرورة المواجهة السودانية للفكر الباطل في السودان، في ضرورة المواجهة السودانية للفكر الباطن في السودان. مواجهة شنو؟ الفكر الباطل في شنو؟ السودان. المواجهة السودانية للفكر الباطل. يا غشية عدين والله ينفكنا لون العوام، انتهوا منه. شفت عوام المسلمين انتهوا منه. في واحد سكران لقيته، سكران عديل لقيته في سوبة اللعوتة اسمه. بعدين عملنا الحلقة، في نص الحلقة جاء سكران ما قادر يمشي لابس ثلاث أرباع. بعدين جاء علي عديل، أنا قلت بديني بنية، قلت أن أحتسب الله يتقبل. وقفت المهم أخواننا جوا يمسكوه، قلت لهم خلوه أنا هذا تلطف فيه. لما وقف جنبي قال لي أسمع مولانا، كلم لنا في عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سيرته، قلت لي قال لي بحبه والله بحبه زول. اتكلمت شوية في عمر بن الخطاب بكى شديد، قال لي يا اخ ده قائد الاسطول عديل يا اخ، قال لي والله. قلت له لا اللفظة دي ما تقولها في منو؟ عمر بن الخطاب. يا مولانا قال لي دي ما بلغتنا نحن، خليها مولانا. قلت له لا برضو عمر الصحابة دي التأدب معاهم، قول للزول ده قائد وعالم وكذي، لكن ما تقول قائد الاسطول. لكن ده في النهاية عبر عن شنو؟ عن شيء وتعبيره خطأ، لكن في النهاية هو يحب منو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هسي دين لو جاء شيء قال له لعن الله عمر ولعن الله أبا بكر بيخليه؟ دي دار لا مواجهة تلم لا بيوتات الصوفية وخيار الصوفية، والصوفية فيهم خيار دعاة إلى الشرك والبدعة، فيهم خيار ما سمع النازل والله الذي لا إله غيره أشهد الله أني أبغض هؤلاء حتى يتوبوا، تابوا بيبقوا أحبابنا، بكرة نحبهم ونحترمهم، واصلوا في الباطل ده نبغضهم في الله سبحانه وتعالى. قال شنو؟ للفكر الباطل، يعني المواجهة السودانية للفكر الباطل في السودان. وما كذي الكلام ده قديم، قال قبالة في 56 سنة 56 دي قبل كم سنة؟ 61 سنة. قال قبالة كانت، يعني كانت المبادرة دي والاجتماع ده والدعوة دي في سنة 56 حوالي 22 طريقة صوفية معاون شيخ الهدية. وقبالة كانت في 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 56 كانت جبهة الإسلامية للدستور اللي كونوها ناس عمر بخيط العواض واخوانهم، وعدد من حوالي 22 طريقة صوفية معاون الشيخ الهدية، حوالي 22 طريقة صوفية معاون الشيخ الهدية. كم طريقة؟ حوالي 22 طريقة شنو؟ صوفية. ديل يتلموا ومعاون شنو؟ معاون الهدية. ديل يتلموا، دي حلقات بتاعت التقاء مع الصوفية، الشغلة دي قديمة. والهدية ده هما كأنه تجاوز القنطرة، لا يرضون فيه كلمة. ونحن بنبين لك إن شاء الله بالوثائق انحراف هؤلاء القوم بالهدية. ووعك تقول لي شباب ما خليته زول حتى الهدية. تكلم فيه شيخ مقبل برضه. دار تتكلم في شيخ مقبل بتكون ما خليت سلفي حتى شيخ مقبل. رايك شنو؟ والله يا اخي تو واحد في الحصايص اسمه مامون قال شباب لا حضروا الشيخ حسون ولا حضروا الجماعه ديل، جو يطعنوا في الجماعه، شباب جو جديد. نحن تكلمنا في حسون، تكلمتوا انتوا يا جماعه في حسون، تكلمنا في الهديه يا زول بوثيقه سي بجيبها لك، الوثيقه تلقاها سي بجيبها لك ان شاء الله. انا اتكلمنا في حسون، ما تكلمنا في حسون، حسون رحمه الله ديل بدو الدعوه، الهديه لخبته بنرد عليهم. اوعى تقول لي وحتى الهديه ما سلم منكم، حتى الهديه انتوا السلفيه ما سلمت منكم. ثاني عندك شنو؟ الدعوه السلفيه ما سلمت، ايهما اعظم عند الله تعالى؟ الهديه ولا الدعوه السلفيه؟ طيب